مشاهدين إلى الجبهة الشمالية. التصعيد الذي تشهده الجبهة شمالا والذي وصل لأعلى وتيرة له كما ونوعا يقابله تقارير تؤكد إجماع فصائل ما يعرف بمحور المقاومة على التصعيد باتجاه إسرائيل من كافة الجبهات بأوامر من إيران خلصت إليها اجتماعات قيادة للفصائل على هامش تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، إلى جانب زيارة هي الأولى لوزير الخارجية الإيراني الإنابة إلى كل من لبنان وسوريا. إذن إلى أين تتجه الأمور فيما يتعلق بتطورات الجبهة الشمالية؟ نناقش بعد هذا التقرير. حرائق ثقيلة في الجبهة الشمالية رسمت صورة الوضع هناك ابتداء من النيران في كريات شمونة وصولا لإسقاط طائرة هيرم 900 والدمار الهائل في قاعدة جيبور العسكرية إزاء صواريخ بركان الثقيلة التي ذكرت بعض الإسرائيليين بمقولة العصر الحجري لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت. صواريخ حزب الله وفشل الحكومة والجيش الإسرائيلي بالتعامل معها كانت فتيل الشجار بين قائد القيادة الشمالية أوري جوردن ورئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شتيرن الذي اشتد الشجار بينهم، ليصف شتيرن رد فعل قائد القيادة الشمالية بالعنيفة مستنكرا ذلك وطالبا إياه بأن يمارس نفس العداء مع حزب الله. استياء وخيبة تزامنت مع زيارة لوزير الخارجية الإيراني بالإنابة إلى لبنان الذي التقى خلالها جملة من المسؤولين اللبنانيين لينهي لقاءاته بلقاء الأمين العام لحزب الله، ما دفع محللين ليصفوا اللقاءات مع ميقاتي وبحبيب بالتمويه الإعلامي، فالوجهة الضاحية الجنوبية والهدف تحديث مستجدات التصعيد باتجاه إسرائيل شمالا مع حسن نصر الله في ظل المساعي الإقليمية للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة والتأكيد على مبدأ وحدة الساحات، المبدأ ذاته الذي تم الاتفاق عليه بين الفصائل الإسلامية في لبنان والعراق واليمن في اجتماع عقد على هامش جنازة رئيسي الذي خلص إليه. التعاون بين الفصائل في المنطقة عبر غرفة عمليات مشتركة لتقديم تقارير دورية حول ما يتعلق بالأحداث الجارية ومساندة الفصائل الفلسطينية. وعليه نعيش تصعيدا من قبل حزب الله لتصل استهدافاته إلى عكا ونهرية ليدخل ما يزيد عن 100,000 إسرائيلي الملاجئ، إلى جانب عمليات الشرق التي باتت في أعلى وتيرة لها كما ونوعا بإطلاق صاروخ كروز إلى الجولان، أما اليوم بمسيرات استهدفت نقطة حيوية في مطار حيفا. تصعيد من كافة الجبهات يعيد طرح السؤال الأصعب حول قدرة الجيش الإسرائيلي عسكريا بالردع الذي بات في حال المدافع وليس المهاجم، ليتبين لعامة الإسرائيليين هشاشة الوعود التي يطلقها القادة الإسرائيليين. من كريات شمونة ينضم إلي مراسلنا أدهم حبيب. أهلا بك أدهم، صورة الوضع لديك خاصة فيما يتعلق بالحرائق المشتعلة، تفضل. نعم، يعني اولا اوضاع المدينه يمكن القول بانها صعبه جدا، وكما تشاهدون يعني من خلف عمليه اخماد النيران صعبه وايضا معقده. يمكن القول لورين بان لا يوجد طواقم اطفاء كافيه على الاقل بامكانها اخماد تلك الحرائق المشتعله المستمره منذ نحو يومين على الاقل. هذه الحرائق يعني وفق مصادر تحدثنا معها قبل قليل لا يمكن حتى استخدام الطائرات التي يعني يستخدمها الجيش باخماد الحرائق بسبب الصواريخ التي يطلقها حزب الله تجاه هذه المدينة، وأيضا يعني تحسبا من إطلاق تلك المسيرات، ولذلك يعني هناك صعوبة أولا بإخماد النيران، ثانيا هناك يعني مشكلة حقيقية تتعلق بظروف الطقس وأيضا يعني سرعة اشتعال النيران أيضا في الغابات وأيضا في المزارع القريبة. لذلك يعني نشاهد بأن عملية يعني وصول تلك النيران والحرائق هي كثيفة جدا باتجاه أطراف المدينة. يمكن القول بأن هناك مغادرة كبيرة للنسبة من السكان الذين بقوا منذ بداية هذه الحرب، نحن نتحدث عن 3,000 مواطن على الأقل بقوا في مدينة كريات شمونة. قبل قليل تحدثنا عن البعض الذين بدأوا بالخروج، وهناك من يقول بأن السبب الرئيس هو الحرائق التي بدأت تصل إلى البيوت القريبة التي اشتعلت قبل قليل في هذه الحي أو في هذا الحي،
وأيضا شاهدنا يعني بأن عملية إخماد الحرائق يعني تتم بصعوبة التي انتقلت أيضا إلى مناطق أيضا أخرى ومتفرقة كما تشاهدون يعني من خلف على الأقل. الجبال هذه التي يعني نشاهدها في هذه الأثناء هي الجبال الواقعة على الحدود مع لبنان. نحن نتحدث عن منطقة المنارة، كفر قلعادي وأيضا مرجليوت. كل هذه المناطق بدأت تشتعل بالنيران نتيجة الصواريخ وأيضا المسيرات التي سقطت. اليوم الحديث هنا عن أكثر من 100 صاروخ على الأقل سقطوا في أماكن نعم أدهم. نيران كثيفة في مدينة كريات شمونة يصعب السيطرة عليها وتصل أيضا إلى الأماكن والمباني السكنية من خلفي، وهذا يأتي نتيجة إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله التي جرت منذ يوم أمس تحديدا في هذه المناطق بسبب أيضا ظروف الطقس وأيضا عملية السيطرة بسبب الرياح القوية والشديدة. يصعب السيطرة على هذه النيران التي بدأت تلتهم مساحات واسعة وكثيفة جدا من الأشجار من الغابات وأيضا المناطق الزراعية المحاذية. حركة الرياح تساهم أيضا بوصول تلك النيران وانتقالها بشكل أسرع إلى الأماكن السكنية. سلطات الإطفاء حتى الآن تصعب أو تستصعب عملية السيطرة على النيران تحديدا في ساعات المساء. نحن نتحدث عن نيران كثيفة وأيضا صعوبة باستخدام الطيران من أجل إطفاء تلك الحرائق وأيضا إخمادها كما تشاهدون بهذه الصور من خلفي وأيضا هذه المشاهد. كما نشاهد هناك أيضا بعض نطلب من المصور هذه النيران التي بدأت أيضا تقترب شيئا فشيء. هذه هي الصور المباشرة التي نشاهدها الآن من مدينة كريات شمونة. هذا هو الوضع الحالي كما تشاهدون هنا بالصور المباشرة، هذه المدينة التي تشتعل وتحترق نتيجة إطلاق حزب الله الصواريخ على تلك المدينة. نشكر الزميل أدهم حبيب الله الذي تواجد في كريات شمونة وأعد لنا هذا ونقل لنا الصورة فيما يتعلق بالحرائق المشتعلة في هذه المنطقة كما شاهدنا. أرحب بضيوفي، ينضم إلي دكتور نصير العمر المحلل السياسي من نيويورك، كما أرحب مجددا بدكتور حسن مرهج الخبير في شؤون الشرق الأوسط، وينضم إلي كذلك دكتور جاك نيريا ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية مستشار سابق لرئيس وزراء. أهلا بكم جميعا. دعوني أبدأ معك دكتور جاك، بداية كيف تقيم كل التطورات الأخيرة تحديدا ما يجري في كريات شمونة، كل هذه الحرائق المشتعلة في المنطقة؟ أكيد أنه في تصعيد، يعني حاسين انه في تصعيد وفي تكثيف بضربات حزب الله. يعني اذا واحد بيقارن اللي صار بشهر ايار لشهر نيسان، عمليات حزب الله اكثر بتقريبا 40% من اللي كان بشهر نيسان. يعني هذه عباره عن تضخم الضربات من جانب حزب الله، وعن قرار حزب الله انه التصعيد ضد اسرائيل حتى مثل ما قالوا يساند المقاومة وهو وسع دكتور جاك من التصعيد من رقعة الاشتباك. يعني رأينا دخول كذلك نهرية على خط المواجهة بشكل مباشر. خليني أكمل. كنت رح أوصل لهالجملة. يعني نحن شفنا أنه حزب الله نشر خريطة عن الحزام الأمني الموجود اليوم. الحزام الأمني بحسب حزب الله بيمتد من عكا لحديد طبرية، يعني مش داخل الأراضي اللبنانية لا داخل الأراضي الإسرائيلية. هيدي رؤية حزب الله اليوم. حزب الله لأني شايف إنه إسرائيل يعني منحرجة مع قضية حماس ومش عارفة كيف تتخلص من الجبهة الجنوبية. لا السبب يعني حريته صارت أكبر واستفزازاته ضد إسرائيل صارت أكبر، ويعني وآخرة يعني وصلنا هلأني على نقطة قرار من جانب إسرائيل. يعني إحنا بنكمل مع على هالمسار رح تكون هيدي مصيبة كبيرة للدولة، يما رح ناخذ قرار انه نواجه حزب الله على الارض. عن القرار دكتور جاك اتحدث معك بعد قليل. دكتور حسن، بالفعل كما ذكر دكتور جاك المواجهة تتسع كما نشاهد، ما هي استراتيجية الحزب في هذه المرحلة؟ هل في نهاية المطاف هو يريد جر اسرائيل الى الحرب؟
يعني ما زال حزب الله لا يريد جر إسرائيل إلى الحرب ويريد أن تستمر هذه المواجهة، ولكن هو يقابل التصعيد بالتصعيد. يعني عندما ما يقوم الجانب الإسرائيلي في استهداف مراكز أو مواقع كما يصرح الجيش الإسرائيلي، يعني نحن لا نعرف، وهو يقوم في استهداف في مناطق بعلبك أو بالبقاع أو حتى على في الأراضي السورية كما فعلوا يوم أمس، ف كل هذه الاستهدافات لابد عندما أن يكون استهداف للمدنيين، استهداف لمراكز صحية، فحزب الله يرد بالمثل ويوسع أيضا بالمثل حسب التوسيع الإسرائيلي. يعني هو دائما كل العمليات التي يقوم بها هو يقوم بها بالتوازي مع التصعيد الإسرائيلي والتجرؤ الإسرائيلي. نعم هناك استخدام لربما لعمليات، هناك استخدام لنوعيات من الأسلحة، هناك استخدام إلى إسقاط طائرة هرمز 900 كما حصل قبل يومين، الآن أيضا هضبة الجولان داخل المخطط للمقاومة اللبنانية وهو يقوم باستهدافها اليوم. فقط قبل ساعتين أكثر من 30 كاتيوشا أطلقت على مرتفعات الجولان والمراكز العسكرية. إذن هناك لديه خطة استراتيجية إعماء كل التجسس الإسرائيلي، يعني انهاءه نهائيا من رأس الناقورة حتى هضبة الجولان، استهداف كل المراكز التجسس ومراكز المراقبة وإلى ما هنالك، وهذا يستهدفها بشكل مستمر. كريات شمون الآن مستهدفة، يعني بما هو يستهدف المدن أو القرى في الحزام الأمني الإسرائيلي، فهو يستهدف أيضا كريات شمون، وهناك أضرار كبيرة يعني في هذه المدينة. هناك معسكرات يعني استهدفت من قبل حزب الله، ويعني الغريب أيضا بما يقوم فيه حزب الله أنه يعني هو يستهدف وأيضا يعلن الصور والفيديوهات عن المقر الذي استهدف. يعني هناك عمليات نوعية الآن طور مثلا إلى أصبحت نهرية داخل هذا الخط، وكان هناك تهديد إلى غاية حتى حيفا ونحن نعرف إعلان عن الهد. إذن الاستراتيجية ما زالت أن لا تكون مواجهة، ولكن التصعيد والتوسيع والمراكز ما زالت يعني هي الأهداف التي تكون عندما يكون الجانب الإسرائيلي بأي استهداف. ويعني هذه أي الاستراتيجية المطلوبة بالنسبة للمقاومة اللبنانية. التهديدات الإسرائيلية معروفة، إنه نريد اجتياح، نريد دخول، نريد إنهاء، نريد لما هنالك، وهذا أيضا يعني يأخذه الجانب اللبناني في الحسبان، يعني توقعات، وبالتالي هناك جهوزيات أيضا لأي مواجهة أو لأي اقتراب من الجيش الإسرائيلي من الشريط الحدودي. دكتور نصير، ما هو موقف الإدارة الأمريكية من هذا التصعيد أو من تطورات الجبهة الشمالية، وكيف برأيك تتابع الإدارة الأمريكية كل ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ تحية لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين. إدارة السيد بايدن غير راضية عن اليمين الإسرائيلي بشكل مطلق، وهذا الآن واضح يعني من تصريحات السيد بايدن، يقول بأنه يحب نتنياهو ولكنه يختلف معه في كل شيء. ومعنى هذا الكلام أن إسرائيل التي يعني نرى الآن على الشاشة تحترق هنا وتحترق في أماكن أخرى، هو في الحقيقة السبب الرئيسي هو أن إسرائيل يعني ضاعت 20 سنة أو حتى 30 سنة من المحادثات مع الفلسطينيين التي كان يمكن أن تؤدي إلى دولة فلسطينية وحل الدولتين، ولكن هذه هي النتيجة. وعندما يقول بايدن بأن إسرائيل تخسر استراتيجيا، يعني هو يتحدث عن الدعم الدولي الذي يتراجع، والآن هناك دول لا تريد أن تعطي الإسرائيليين، ولكن هل يفهم في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حزب الله يتلقى أوامر من محور المقاومة، ما يعرف بمحور المقاومة، على رأسهم إيران التي معنية في استمرار هذا التصعيد على جميع الجبهات، وفي نهاية المطاف الرؤية الإيرانية لا تتماشى مع القضية الفلسطينية يا دكتور نصير؟ هم يعلمون كل ذلك، ولكن أيضا هم يلومون نتنياهو لأنه وقع في فخ إيران. يعني وزير الخارجية المؤقت الذي يزور الآن يعني لبنان وسوريا كذلك، نعم، وسوريا، هو عضو في الحرس الثوري الإيراني، وهو يبتسم ويعلم بأن إسرائيل وقعت في فخ
إيران على حساب طبعا الدول العربية. والآن في الحقيقة يعني عندما نرى هذه الحرائق ونرى يعني حزب الله، أتفق مع الدكتور حسن لأنه يريد استعادة الردع، هم يقولون توقفوا عن قتل الناشطين في حزب الله لكي نتوقف عن قصفكم، إذن هم يريدون استعادة الردع. وإسرائيل أمامها خيارين الآن، إما أن تستمر بهذه المناوشات وإما أن تذهب إلى يعني حرب شاملة، ونحن نعلم ماذا تفعل إسرائيل في الحرب الشاملة، هي ستدمر البنية التحتية للمدنيين، وعندها مرة أخرى نكون أمام غزة وصيحات عالمية تطالب إسرائيل بوقف العدوان على المدنيين. إذن حفرة يعني حفرها اليمين الإسرائيلي لإسرائيل ولنفسه، ولا يستطيع أن يخرج منها ولا يسمع لبايدن. ولكن الذي نذكر يا دكتور نصير أنه في نهاية المطاف حزب الله هو من دخل لمساندة فصائل الفلسطينية، حركة حماس، وحماس هي من بدأت هذه الجولة. بالإضافة إلى ما تتحدث عنه دكتور جاك، تفضل إن أردت التعقيب على ما طرح هنا، وتحدثتم عن الخيارات أمام إسرائيل، برأيك كيف تستعد إسرائيل لمواجهة الجبهة الشمالية، مواجهة حزب الله، خاصة نحن نرى استمرار التحركات الإيرانية والزيارات خاصة لوزير الخارجية بالإنابة الذي وصل اليوم إلى لبنان وسيزور كذلك سوريا. احنا شايفين انه في ضغط من جهه الجيش على الساسه وعلى نتنياهو انه يعطي الاوامر حتى الجيش يبلش عمليه عسكريه شامله ضد حزب الله بلبنان. ونتنياهو ماسك القضيه لانه هو مهتم واولويته الان بالصفقه مع حماس وانهاء الحرب مع حماس حسب نسخه يعني هو عرضها لبايدن. وانا شايف انه وهو عم يتراجع عن يعني في حتى وصلنا الى صفقه يا دكتور جاك مع حركه حماس، وكان هناك وقف اطلاق نار في غزه، هل هذا يعني اننا اسرائيل ستفتح الجبهات الشمال؟ يعني خلينا نكون واضحين، اذا راح يكون في وقف اطلاق نار بغزه راح يكون في وقف اطلاق نار كمان مع حزب الله، بس يعني هل حزب الله راح يتراجع عن الحدود وراح ينسحب لحديد الليطاني؟ غلط كبير بالمره. لا حزب الله مش راح يهز، لانه الجنود المقاتلين تبع حزب الله هن جنود من الجنوب، يعني وين شو راح ياخذ المدن الجنوبيه ويرجعها بعد الليطاني؟ مش معقول. هيدي اول شيء. وبعدين في وهذا السيناريو لا يمكن به إعادة النازحين الإسرائيليين إلى بيوتهم مواطنين الشمال. لهذا السبب أنا قلت أنه لأني وصلنا على نقطة قرار أنه لازم نأخذ قرارنا، يا نحن منضلنا مثل ما نحن رح تكون بهدل كبيرة، يا إما إسرائيل رح تخوض الحرب حتى تقدر ترجع المدنيين اللي تركوا بيوتهم ويوصلوا على الحدود. هذا هو السؤال اليوم، والسؤال هو مطروح على الحكومة، والحكومة بعد ما أخذ قرار لأني بعد عم تقول إنه الأولوية إلى جبهة جنوبية. تحدثني دكتور حسن عن الهدف من التحرك الإيراني، خاصة وصول وزير الخارجية الإيراني بالإنابة في أول زيارة خارجية له إلى لبنان، بداية بدأها في لبنان ومن ثم سيتجه إلى سوريا، ما الرسائل من خلال هذه التحركات الإيرانية؟ يعني بداية تعقيب بسيط بس على ما تفضل به دكتور جاك، يعني خيارات الإسرائيلية صعبة، يعني الجيش يضغط على الحكومة بأن يقوم بعملية عسكرية في لبنان، وهو 8 أشهر لم يستطيع أن يتغلب على قنبلة الياسين وقنابل صناعة محلية، 8 أشهر مع كل الدبابات الأمريكية والصواريخ الأمريكية والأسلحة والطائرات وإلى ما هنالك، لم يبقى حجر وسلم من هذه الهدف، وما زالت المقاومة الفلسطينية تقاوم بشراسة الآن الجيش الإسرائيلي وتكبده خسائر إن كان في العتاد وفي الأشخاص. فإذا كيف له لو دخل معركة الآن؟ من يشاهد الشمال الإسرائيلي يرى نسخة قريبة من شمال غزة. ما يحصل يعني أن هناك تعتيم إعلامي ولا يستطيع يعني الإعلام أن يصل إلى كل المناطق، ولكن هناك قرى وهناك مدن وهناك معسكرات للجيش الإسرائيلي تم تدميرها بشكل يعني فظيع جدا. ومن يزور المنطقة، وأنا ابن المنطقة ويعني سافرت في الآونة الأخيرة لزيارة الأهل هناك ورأيت وشاهدت، يعني لم أشهد مثل هذا المنظر منذ عام ولا مرة حتى ولا أي عام كان مثل هذه المناظر.
إذن الآن وهو إذا دخل إلى الحرب ماذا سوف يكون في الاستراتيجيات المواقع الاستراتيجية؟ ولكن المشاهد وهذه الوضعية يا دكتور حسن لا يجب على إسرائيل أن تدخل هذه لأن الحرب؟ لأن إسرائيل لن تستطيع كسب هذه الحرب. إسرائيل فشلت بقواها وباستراتيجيتها وبقدراتها العسكرية، فشلت فشل ذريع. لم تستطع حماية سكانها بسبعة أكتوبر، لم تستطع حماية الشمال، لم تستطع، هناك فشل ذريع. وفعلا كيف تفضل الدكتور نصير، اليمين الإسرائيلي أوقع دولة إسرائيل بمهلكة، يعني صعب أي خيار فيها، سوف صعب الخروج. لا أهون أنا بقول على إسرائيل الذهاب إلى محادثات، لملمت ما تبقى من استطاعتها أن تلملمه هو الذهاب إلى محادثات والتوافق مع الجانب اللبناني. طبعا إسرائيل اليوم لا تستطيع أن تملي شروطها وهي لا تخضع إلى القرارات والشرعية الدولية. ولكن اليوم خامنئير المرشد لحظة أنا سوف أصل إلى إيران. نعم. سوف أصل إلى إيران وأعطيك دورها بالضبط الإيراني باقتدار ما تبقى للكلام. نعم يعني بس جيب لي بسيطة، على إسرائيل أن تذهب وأن تلملم ما بقي والذهاب، لأنه لا تستطيع أن تملي شروطها على المقاومة اللبنانية في ظل وهي لا تحترم أي قرار بالشرعية الدولية ولا حتى المحاكم الدولية. إذا فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه، وبالتالي عليها أن تتوافق في حلول دبلوماسية. أما بالنسبة للدور الإيراني، الدور الإيراني واضح ولا يخفوه الإيرانيين ولا يتستروا من ورائه، دعم كبير جدا إلى المقاومة اللبنانية. اليوم بخطاب خامنئي أمام كل العالم على ذكرى وفاة خميني 35 عام، تحدث بدعمه للمقاومة الفلسطينية وتحدث عن حماس بالاسم، وتحدث أيضا بأنه هذا كان عليه أن يكون وإلا كانت الأمور سوف تكون بشكل معاكس، وشدد على أنه من أجل إفشال مسار التطبيع. نعم إفشال مسار التطبيع. إذن هو هم يتحدثون بسياسة واضحة. والآن هذا الذهاب إلى الصينية هاجمت تصريحات خامنئي، يجب أن نقول عباس جماعته هم من هاجموا، والآن بالتالي يذهب إلى لبنان ليستمر الدعم، يذهب إلى سوريا ليستمر الدعم والتنسيق، وهذا ليس مخفي، وأيضا لربما يذهب إلى العراق للدعم والتنسيق. هذا شيء بات واضحا. والأهم من ذلك يعني لورين، هناك أمر جدا بالسياسة غريب، وما زالوا يتحدثون مع الأمريكان عن مع الوسطاء إذا كان عمان أو قطر أو حتى بغداد. يعني بالفعل دكتور نصير المحادثات رغم كل هذا ورغم اليوم حديث خامنئي عن أن حماس في نهاية المطاف أفشلت مخططات التطبيع أو مسارات السلام في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة مستمرة في المباحثات عبر الوسطاء ومباحثات غير مباشرة مع إيران. بكل تأكيد يعني بغض النظر عن إيران، وأنا أتفق مع الدكتور حسن، واليوم يعني نتفق كثيرا لأول مرة يمكن القول، هذا شيء مفاجئ. نعم هذا شيء أنا متفاجئ منه، ولكن في الحقيقة يعني ما تقوله إيران وما تفعله إيران أصبح الآن يعني ليس له علاقة بالورطة في داخل إسرائيل. نعم. والآن يعني الحديث عن غزة والحديث عن إعادة إعمار غزة وعن شركاء عرب، هو يحتاج يعني أمريكا، والسيد بايدن هو رجل سياسة حقيقي عكس هؤلاء يعني في الحكومة الإسرائيلية. نعم. الذين يعتقدون بأنه كل شيء يمكن أن تكسب إسرائيل يعني على أرض المعركة. نعم يعني جربنا في هذه الفترة للأسف. دكتور نصير لم يتبقى لي الوقت، نكتفي بهذا القدر. المحلل السياسي دكتور نصير العمري، شكرا جزيلا لك. دكتور جاكني رياضة بتحليلات في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، دكتور حسن مرهش خبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكم. بأعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية، أشكركم على حسن المشاهدة، إلى اللقاء.